بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي حديث اليوم، أحببت أن أتأمل معكم علامة أو مجموعة من العلامات التي تقريبا معظمها نراها اليوم، ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى، وهنا ينبغي أن ننتبه عندما نسمع النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى، يجب أن نصغي ونرى ونستمع ماذا سيقول هذا الحبيب، لأننا إذا رأينا أن ما قاله حدث معنى ذلك أن الساعة، هذه علامات أن الساعة قريبة، وهذا إنذار بضرورة التوبة والرجوع إلى الله. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. اليوم تجد الكثير من الأغنياء هم أبخل الناس، سبحان الله، كل واحد ينظر إلى من حوله. نجد أن الغني بعض أو معظم الأغنياء للأسف قلة قليلة منهم من يتقون الله. هناك أغنياء يتقون الله على مستوى عالي من التقوى، ولكنهم قلة قليلة للأسف. النسبة الكبيرة من الأغنياء اليوم لديهم بخل، وبخاصة على الفقراء، تجد أن أموالهم يعني ينفقونها لحرب الإسلام، لنشر الفاحشة، لمتع دنيوية، لا ينفق على الفقراء، لا ينفق على العلم النافع مثلا. إذن الفحش ظهر، انظروا إلى الأفلام الإباحية، ملايين المواقع الإباحية تضخ كل يوم ملايين الفيديوهات التي يعني يشاهدها مئات الملايين من الناس للأسف. أليس هذا فحشا واضحا؟ إذن لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. الحقيقة أيها الأحبة، يعني والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينطق بالواقع. في زمنه عليه الصلاة والسلام كان البخل شيء سيء، صفة سيئة، يعني كان العربي الأصيل حتى في الجاهلية وهو يسجد للأصنام، كان إذا جاءه ضيف لم يجد ما يذبحه يذبح حصانه ويقدمه لهذا الضيف، من يعني كان البخيل مرفوض، وكانت نسبة قليلة من الناس يتميزون بالبخل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، معنى ذلك أن هذه علامة، أولا على اقتراب الساعة، وثانيا على صدق هذا النبي. من أين علم؟ إنسان يعيش في زمن البخيل مرفوض وشيء نادر قليل جدا، وصفة الكرم من الصفات التي يتفاخر بها العرب ويتفاخر بها الناس. طيب كيف علم أن البخل سيظهر؟ يظهر يعني ينتشر، يعم، يفشو. كيف علم هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن البخل سينتشر بهذه الطريقة المرعبة؟ يعني اليوم للأسف إنسان محتاج يذهب ويلف في العالم، لا أحد يعطيه قرشا أو درهما أو دينارا، حتى دينا أو قرضا. انظروا إلى يعني انظروا إلى الناس كم تباعدوا عن بعض. أين إكرام الضيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. إذن إكرام الضيف جزء من الإيمان، ما رأيكم؟ أنت عندما يأتيك ضيف وتحتار كيف تكرمه، كيف تقدم معه، وأنت ليس معك إلا القليل، ولكن على الرغم من ذلك تحاول أن تكرمه، هذا جزء من إيمانك، يعني مثل الصلاة والصوم وقراءة القرآن من أعمال البر العظيمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب اليوم إكرام الجار عملة نادرة، بل نؤذي الجار للأسف.
إكرام الضيف، لا نستقبل الضيف أصلا. انظروا كم اختلف الزمن، كم اختلف. طيب من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك صفتين ستظهران، الفحش والبخل؟ والله إن الذي أنبأه هو الله سبحانه وتعالى، الذي قال في حق هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.